بمدرسة الأطفال المعاقين بصريا بنانة دربال بجمعة بولاية أدرار، يخطو يونس عبد الحميد خطوات العزيمة والإصرار لتحدي إعاقتهما بغية تعلمهما تقنية البراي والتغلب عن ضعف بصرهما. الحمد لله هنا لقينا يعني الطريقة تاع البراي اللي ساعدتنا بزاف وساعدت بزاف التلاميذ، خير من العادي اللي كنا نعيا وباش نكسبه وكاع. وهنا الأستاذة هي تعاون معانا باش نخدموا حاجة مليحة ونقراو مليح. نرتكز على برنامج نفس برنامج وزارة التعليم والتربية والتعليم. هذا البرنامج يرتكز على التكييف والتخصيص بالنسبة لهذه الفئة، لأنه خاصة في المواد العلمية، لأن المواد العلمية ترتكز على الوثائق والصور، فنحن نكيف هذه الوثائق والصور بشرح صوتي. عيون ساهرة ويد ممدودة وأساتذة تعليم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بهم بأساليب وآليات بيداغوجية تسهل عليهم اندماج هذه الفئة في المجتمع. حاليا عندنا ما يفوق ال 150 أستاذ متخصص لهذه الفئة، يعني سخروا مباشرة لكل طبيعة الإعاقة من أجل يعني التكفل بهذه الحالات على مستوى كل الأطوار. العدد المتخصص البيداغوجي هو عدد يعني متميز بيداغوجي وسندات بيداغوجية تسمح للأطفال وتسمح للتلاميذ أنهم يسيروا دراستهم يعني في كل يعني في أحسن الأحوال وفي أحسن الظروف. ويبقى عزم الدولة الجزائرية قائما من أجل التكفل الأمثل بهذه الفئة، وتجلى ذلك في سياستها الاجتماعية الهادفة لتقديم خدمات أفضل.